أطلقت دار الشبيبة للفنون وبالتعاون مع المؤسسات العامة للسينما مهرجان نيجاتيف السينمائي للهواة، وذلك في صالة سينما الكندي بدمشق. تضمن الحفل إطلاق فريق رؤيا لعدة أفلام، وذلك بحضور نخبة من نجوم السينما والدراما والنقد والإعلام. الفعالية اللي كانت فيها هي مجموعة رؤيا، هي مجموعة من الشباب الهواة للفن السينمائي. نحن قمنا بدور الإشراف على الفعالية بشكل هام. بالنسبة لنا أهمية الفعالية تنبع من الأساس التي أقيمت عليه، كونها هي فعالية ذات طابع هو، ولكن بكل الأحوال هذه الفعاليات لها مشروع، هي فعاليات مهمة، ومن المهم أن تتطور في المستقبل، أن تبقى وأن يكون لها استمرارية وأن تتطور بالمستقبل وتأخذ أشكال أخرى. مهرجان نيجاتيف السينمائي هو حصيلة نتاج عمل طلاب اللي تبعوا دورة صناعة الفيلم السينمائي لمدة عام، أنتجوا قرابة 14 فيلم. رح يدخل هلأ بالمهرجان 7 أفلام، لضيق الوقت طبعا مو لاقي شيء تاني. دار الشبيبة هي المكان اللي بتمارس فيه الأنشطة الفنية، ومن ضمنها كانت صناعة الفيلم أحد الاهتمامات الشباب اللي تركزت حولها، لذلك قدمنا بتشاركية مع فريق رؤية السينمائي هاي الدورة لهذول الطلاب اللي انتج عملهم في النهايه مجموعه من الافلام. الحفل هو عباره عن مجموعه من افلام الهواة. طلابنا اشتغلت مجموعه من الافلام خلال دوراتنا بدار الفنون. عملنا دورات بدار الشبيبة للفنون، ونتاج هي الدورات كان عباره عن 8 افلام خلال عام دراسي كامل، كله شغل طلاب. اليوم راح نعرضهم ونعمل لهم مسابقة ونكلف لجنة التحكيم بإذاعة نتائج المهرجان، وعندنا 5 جوائز. كذلك تخلل الحفل الذي تولى إعداده وإخراجه الإعلامي عماد نداف عروضا سينمائية متميزة ولوحات راقصة لفرقة خطى، بالإضافة إلى تكريم المشاركين بالأفلام الفائزة والتي كان عددها 7 أفلام. مهرجان نيجاتيف هو مهرجان سينمائي لإطلاق فريق رؤيا السينمائي الذي احتضنته دار الفنون بدمشق. هذا المهرجان سيتضمن مجموعة من الفعاليات. الفعالية الأولى التي ستكون فيه هي الأفلام المتسابقة في جائزة التمثيل والإخراج والسيناريو. أيضا هناك مقاطع راقصة جميلة جدا من فرقة خطى، وأيضا تكريم بعض الشخصيات الفنية. وهذا المهرجان هو باكورة أعمال سينما مواهب الشباب، وأنا في اعتقادي ستضيف شيئا جديدا إلى السينما السورية وتساهم في صناعة جيل سينمائي، جيل سينما الغد. الحفل اليوم هو انطلاقة لمجموعة شباب بيستاهلوا كل خير، بيستاهلوا كل دعم، لأنه السينما هي السينما للشباب. يعني الجيل تبعنا رح يسلم الرأي للجيل الشباب، وهذا الشيء طبيعي، فبيستحقوا منا كل دعم وبيستحقوا منا كل نشاط وبذل كل الجهود والخبرات لنسلحهم ليقوموا بالسينما القادمة. دائما كان التطوير والتجديد في عالم السينما يأتي على يد الشباب، عنده قدرة على المغامرة أكثر، على الجرأة أكثر في طرح الفكرة، في طرح الموضوع، في طرح الصورة. وعموما يعني لما بتشوفي مثل هيك ظاهرة سينمائية، مهرجان حتى لو كان هواة وخلينا نقول يعني مستويات في بداياتها، بس أنا بشوف أنه أي نشاط فني ثقافي هو بالنهاية انتصار للإنسان. هذا المهرجان كان بمثابة بوابة أتاحت الفرصة أمام الشباب لعرض مواهبهم والانطلاق بها نحو المستقبل.